هي فطيره اللحمه او فطيره كفته، كوبايتين من الدقيق، معلقه خميره، معلقتين من الزيت، رشه ملح ورشه سكر، وهعجن بميه. عجينه الكفته دي بعملها ازاي؟ انا عندي لحمه مفرومه، بصل مبشور، بيضه، بقسماط ناعم، بهارات، شويه بقدونس، خلطه الكفته العاديه خالص. كوبايتين من الدقيق، معلقه صغيره خميره، رشه سكر، رشه ملح، هقلبهم مع بعض. يبقى رشه الملح، معلقتين زيت صغيرين مش كبار، مش دسمه قوي هي، وبعدين اعجن بميه شويه شويه صغيرين. ما تديني عجينه طريه، لحمه مفرومه، بصله مبشوره، شويه بقسماط ناعم قد نص كوبايه، بيضه، خلطه الكفته عليها خالص، بهارات، شويه بقدونس، كل ده يتعجن مع بعضه برضو، وشويه ملح ملحه مظبوط، ملح كده، وشويه فلفل اسود، واخلط ده كله مع بعضه، خلطه الكفته العاديه خالص. بص بقى كده، ادي العجينه كده اتفردت حمرانه طبعا، عملت العجينه دي وابدا اعمل طبقه كده من الكفته على العيش كده.